البداية في هذا اللقاء كانت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة قسنطينة مؤخرا. الشباب دخل مباشرة في صلب الموضوع في هذه المحاولة، وعبيد بين مدافعين يتلقى الإنذار بسبب التمويه حسب الحكم عرب الذي كان محقا في ذلك. شريطية من جانب الزوار يرد في هذه المخالفة التي صدمت بالعارضة الأفقية. الشباب حاول الضغط على مرمى الزوار لكن عناصره أخلطوا بين السرعة والتسرع. ثم رأسية عبيد هنا في أيدي الحارس موساوي. من جانب الزوار بودوي في هذه التسديدة الغير بعيدة عن مرمى رحماني. آخر محاولة خلال هذا الشوط كانت رأسية بالجلالي التي لم تشكل خطرا على مرمى موساوي. الشوط أول انتهى من دون أهداف. الشباب دخل بقوة المرحلة الثانية وبن شريفة ينذر الزوار بهذه الرأسية التي صدمت بالعارض. نعيجي من جانب أتليتيك بارادو في سلسلة من المراوغات لكن كرته بعيدة عن مرمى رحماني. الشباب يكثف بعد ذلك من هجوماته ويتمكن من فتح مجال التهديف عن طريق بالقسمي. هدف أسعد كثيرا أنصار الشباب الذين توفدوا بقوة إلى ملعب الشهيد حملاوي. الهدف فتح شهية الهجوم وعبيد على مرتين يضيع فرصة إضافة الهدف الثاني. تغييران في صفوف الزوار بدخول كل من مزياني وبن عياد لإنعاش خط الهجوم الذي كاد أن يصل إلى شباك رحماني لولا القائم. الشباب في محاولة إضافة هدف الأمان وتسديدة بالخير لم تشكل خطرا على مرمى الزوار. الدقيقة 86 مخالفة من العمري تجد رجل بالقاسمي الذي يضيف الهدف الثاني لصالح الشباب. المحاولة الأخيرة في هذا اللقاء كانت دائما لصالح الشباب ورأسية البديل زيتوني. لما تملك